أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا يا طلاب العلم قد وقفنا عند قول سيدنا الإمام الجمل سليمان الجمل رحمة الله عليه، قال لك: وإما كل من تصح منه البشارة وبشر الذين آمنوا. قال لك إما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يقوم مقام سيدنا رسول الله، وهم العلماء، لأن العلماء ورثة الإيه؟ الأنبياء. نعم. قال لك هنا: وعملوا الصالحات. سيدنا السيوطي يقول لك كده في الهامش أهو: وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل. الصالحات من الفروض والنوافل، اللهم اجعلنا من هؤلاء. لأن احنا يا أولاد بنصلي، يعني بنصلي، هذا هو الفرض، يعني نصلي الفروض، ولكن وأنا أولكم الدنيا تشغلنا، والله يعني لا أدري، يعني هذه الصلاة التي نصليها هي مقبولة أم لا؟ لأن الدنيا والعياذ بالله تشغلنا كثيرا، وإذا صلينا تكأكأت علينا أمور الدنيا. فإن لم يرحمنا ربنا يعني لهلكنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يتقبلنا بعفوه ورضاه وبضعفنا أمامه وبانتصارنا له وبخضوعنا وذلنا له. هذا هو. يعني كنا أقرأ في كتاب دول الإسلام كما ذكرت لكم لبعض الطلاب، فيقول لك والله يعني هذا موجود في ذلك. قلت لكم كتب التراجم ترقق القلوب، ترقق القلوب وترقق العيون. والله يقول لك يعني أحد الصحابة، وهذا حقيقة موجودة في الكتب في كتاب دول الإسلام، يقول لك أراد أن تبتر قدمه، وهو ذكر اسمه الزبير بن عوام، فيقول لك لم يشأ أن تقطع إلا في الصلاة. قال لك إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا، يعني ليه؟ لأن كيانه كله ذاب في حضرة الله. لأن كيانه كله ذاب في حضرة الله. يقول لك يستحضر الله وحضرة الله سبحانه وتعالى، فمش حاسس بالدنيا. يقول لك افعلوا ما شئتم. تعالى احنا بقى كده بنعمل احنا ايه؟ ها؟ بل انا ساعات اقول لك انا صليت 3 ولا 4 في الظهر والعصر. والله اذا صليت وحدي اقول يا رب انا صليت 3 ولا 4 بقى. يعني كيف نحن من هؤلاء؟ واين نحن من هؤلاء؟ هذا هو. وانا اقول لك، يقول لك فلان، يقول لك ما عصى الله 40 سنة في كتاب دول الاسلام، ما عصى الله 40 سنة. ثم اخر يقول لك كان يصوم يوما ويفطر يوما، ثم جعل الصوم مرسلا، يعني صام الظهر كله، ثم جعل الصوم مرسلا. واخر من التابعين يقول لك كان اذا جن عليه الليل
وإذا جن عليه النصف الأخير من الليل خرج إلى البحر، خرج إلى البحر ومكث في منتصفه يناجي ربه عشان يبعد عن الدنيا والخلائق. أحد التابعين يقول لك كان يخرج إلى البحر ويجلس في نصفه يناجي ربه فتتجلى عليه الله، يتجلى عليه الله سبحانه وتعالى. والله قرأت هذا كله في دول الإسلام. فإحنا أين نحن؟ أين نحن من هؤلاء؟ ها؟ نسأل الله العافية. آمين. نسأل الله فعلا العافية. فالفروض اللي هي أقل شيء يقول لك أنا بصلي. طب وكيف تصلي؟ كيف نصلي؟ ها؟ هل بقول لك المؤمن كده بين امرين، بين عمل قد مضى، ها؟ مخافة عمل قد مضى، وبين عمل آت لا يدري ما الله صانع به فيه. هذا هو المسلم، بين خوف ورجاء. خوف من أن أعماله السابقة والعياذ بالله لا تقبل، وبين أعمال قادمة لا يدري ما الله فاعل به في هذه الأعمال. هو ده المسلم المؤمن كده. لكن يقول لك أنا بصلي وبقى الحمد لله بصوم، يا سلام، هو ده بس كل حاجة؟ طيب، فيقول لك هنا الفروض والنوافل. وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي من العصر إلى العشاء، يقف في المسجد كده يصلي، وكان يصلي بعد العشاء. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجده يخرج من المسجد قال له إلى أين؟ قال له أقتات، قال له ادخل فصلي. قال له ردوا إلى المسجد. ها؟ بينما واحد تاني قال له يا رسول الله اعتنى، قال له إيه؟ قال له اذهب فاحتطب. اذهب فاحتطب. دي درجات، درجات. لازم الأمة لابد أن يكون لها أقطاب، لابد أن يكون لها أقطاب يرفع الله بهم عنها البلاء. هذه هي ديت، هو ده. لولا شيوخ ركع، ها، وأطفال رضع، وبهائم رتع، لصب عليكم البلاء صبا صبا. هو ده، ربنا بيحفظ الدنيا والأمة بهؤلاء الأقطاب اللي هم ذابوا في حضرة الله، اللي أنا قلت أمثالهم دلوقتي، وما هو موجودة في إلى يوم القيامة، لأن أمة الإسلام موجودة إلى يوم القيامة، وربنا حافظها إلى يوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي قال إيه؟ قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. هو ده الخير. تجد واحد قاعد يسبح كده على طول، قاعد في زاوية من المساجد، في مسجد المساجد، تخش كده تزدريه العيون، تزدريه العيون، ولكن ده ولي، ما تعرفش ده إيه عند الله. وأنا قابلت هؤلاء، أنا قابلت هؤلاء. إذا دخلت بعض المساجد، مسجد سيدي البيومي هنا في 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 الحسنية، سيدي البيومي، نور الدين البيومي، كنت أدخل فيه أجد رجلا تزدريه العيون، وكان من الأولياء الصالحين، من أولياء الله الصالحين، وكانت له كرامات،
وأنا جالسته هذا الرجل رحمة الله عليه، وكان يحفظ القرآن كله بالقراءات العشر، والله والله كان قميصه قد من كل مكان، يعني جلبابه ده كان قد قد من كل مكان فيه، ولكن كان من الصالحين الأولياء، ويحفظ القرآن بالقراءات العشر. هذا هو. طيب نعود. يقول لك هنا: وعمل الصالحات من الفروض والنوافل. أن أي بأن، هنا في خافض محذوف، وقلنا قبل ذلك بقليل حذف الخافض كثير في إيه؟ في كلام العرب، صحيح؟ قلنا كلام ده كتير. بأن لهم جنات، جمع جنة. إيه الجنة دي يا أولاد؟ إيه الجنة دي؟ ما حدش فكر في كلمة الجنة قبل كده. إيه الجنة دي يا شيخ؟ ها؟ يقول لك الجنة ليه سميت الجنة؟ ليه؟ قال لك لأن نعيمها، يا شيخ إرشاد، قال لك لأن نعيمها مخفي عن أهل الدنيا. لأن إيه؟ لأن نعيمها مخفي عن أهل الدنيا. طب ليه يا شيخ ياسر؟ قال لك لأن كل كلمة مصوغة من الجيم والنون، والنون فيها معنى الخفاء، فلما جن عليه الليل، صحيح؟ قال لك أهو، فلما جن عليه الليل، جنة يعني فيه خفاء، لأن في ظلمة، أنت بتشوف في ظلم، ترى في ظلم، من الممكن أن ترى من نور الله، لكن مفيش نور، يبقى فيه ظلام، يبقى فيه جنة. طيب ويقول لك الجنين في 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 رحم المرأة ليه سميها جنين؟ لأنه مخفي. والجنة والجن، الجن سورة الجن، نفرا من الجن يستمعون. قال لك ليه الجن؟ لأنهم مخفيين. حد أنت بتشوف الجن؟ ما بتشوفش الجن. يبقى كل كلمة صيغت من الجيم والنون والنون فيها معنى الخفاء، ولذلك سميت الجنة بالجنة. طب والمجنون؟ المجنون اللي هو كده ده، قال لك ليه؟ قال لك لأن علمه مخفي وعقله مخفي، صحيح؟ يبقى ليه يقول لك ده مجنون؟ عندنا بيعملوا كده، وعندكم في المدرسه بيعملوا كده، صحيح؟ كده يعني مجنون عند الاندونيسيين والماليزيين، صحيح؟ لا تعرف هذا، صح يا اندونيسي؟ صحيح كده. بس كده اهو، يقول لك ده كده يعني مجنون، هذا هو. يقول لك ليه مجنون؟ ليه؟ قال لك ايه الخفي فيه؟ قال لك عقله مخفي، ذهب، وعقله لا وجود له، لا وجود للعقل، فقال لك مجنون. في خفاء ولا مش خفاء؟ في خفاء. وهذا يا طلاب العلم، ولذلك سميت الجنة بالجنة، لأن نعيمها وزينتها مخفية عن أهل الدنيا. لكن أول ما يجي لك الموت تجد مكانك من الجنة، فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءك، هو كده. السيدة قالت له: يا رسول الله كلنا نكره الموت. قال لها: ليس الأمر هكذا يا عائشة، ليس الأمر كذلك يا عائشة. فسيدنا النبي يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقال السيدة عائشة لسيدنا رسول الله: يا رسول الله كلنا نكره الموت،
سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ستنا، قال لها ليس الأمر كذلك يا عائشة، ولكن إذا حضر الموت المؤمن يرى مكانه من الجنة أو في الجنة، رواية من الجنة أو في الجنة، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. والعياذ بالله، والعياذ بالله الجانب الآخر. وأما إذا حضر الموت الكافر أو الفاسق فيرى مكانه من النار، والعياذ بالله، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. سيدنا النبي فصل وشرح عشان ما نقولش احنا نموت بنكرهه. زي سيدة عائشة قالت كده، هذا هو. ولكن هذا الأمر كما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أولادي؟ واضح. يقول لك بأن لهم جنات على الإيه؟ على الجمع. طب والتاني يقول لك جنة تجري أو في جنة، قال لك لأنه على الجنس. يبقى إذا جمع على الجمع، وإذا أفرد على الجنس. طب وجنات ليه؟ جنات ليه؟ قال لك أولا تفسيرها كالآتي، يقول لك جنات جمع لأن الجنات درجات. ولذلك سيدنا رسول الله يقول لك إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي سمعته من أحد الخطباء يقول لك يتجلى على أهل الجنة بنعيم كثير جدا جدا جدا، فيقول لهم الله هل رضيتم؟ فيقول لهم يا رب كيف لا نرضى وقد أنعمت علينا. يقول لك فيرد الله عليهم ولدي المزيد، فينعم الله عليهم بما أنعم عليهم من قبل وزيادة، وهكذا إلى أن يتجلى الله على أهل الجنة بوجهه الكريم. وجوه يومئذ ناضرة اللهم اجعلنا من هؤلاء. آمين يا رب العالمين. يا رب اجعلنا من هؤلاء برحمتك يا رب العالمين. فالجنة درجات، يقول لك جنات، أدي حاجة هي. وبعدين يقول لك التفسير الثاني، يقول لك إيه؟ جمع علشان يقول إني إذا كنت أنت قاعد في الجنة يا شاهران بإذن الله تعالى، ونحن جميعا نكون من أهل الجنة، من كثرة النعيم الذي أغدق الله به عليك تظن أن الجنة وحدها لك، وكذلك إرشاد يظن أن الجنة وحدها له، وكذلك نصر الله، وكذلك أنا، وكذلك أنت، وكذلك شيخ ياسر، كل واحد من كثرة النعيم يظن أن الله قد أعطى له الجنة كلها. يقول لك على هذا المعنى جمعت، على هذا المعنى جمعت، قال لك جنات. واضح يا شيخ زيد الخير، أو زيد الخير، زيادة الخير، وهكذا. واضح يا أولادي؟ يقول لك بأن لهم جنات يعني حدائق ذات بهجة وذات شجر ومساكن. يقول لك بأن لهم جنات تجري من تحتها الأرض. يقول لك صفة أولى اللي في الآية دي، وصف الجنات بأربع أوصاف في الآية دي. الصفة الأولى يقول لك تجري من تحتها الأنهار، هذا هو. شوف يقول لك سيدنا الشيخ الجمل يقول لك ايه؟ تجري صفة لجنات، الصفة هي. ثم قال في الحاشية وقوله كلما رزقوا صفة ثانية، وقوله ولهم فيها صفة ثالثة، وقوله وهم فيها خالدون صفة ايه؟ رابعة. يقول لك الجنة وصفت بأربع أوصاف في هذه الآية الكريمة.
يقول لك تجري من تحتها الأنهار. يقول لك الألف واللام دي عهدية. عهدية ليه عهدية يا ولد؟ قال لك مثل الجنة التي وعدت فيها أنهار من تنكير. الله ده البقرة قبل محمد. قال لك لسه محمد نزل قبل البقرة، فقال لك عهدية عشان كده. عهدية عشان ايه؟ يقول لك عهدية للعهد الذكري، لأنه قد ذكرها قبل ذلك في حرف القتال أو في سورة القتال، هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار تجري كذا وأنهار وأنهار وأنهار، هي الأنهار أهي. هي دي. واضح يا شيخ ياسر؟ نعم. تجري من تحتها الأنهار، أي تحت أشجارها وقصورها الأنهار. نعم. يقول لك هنا وأما قوله وأتوا به متشابها فهو اعتراض مقرر لما قبله. اعتراض مقرر بصيغة اسم الفاعل. نعم. اعتراض مقرر. وقوله تجري أي على ظهر الأرض. تجري على ظهر الأرض من غير حفيرة. من غير، شوف الجمال هنا، يعني مش حفرة كده زي الأخدود، لا، دي أنهار تجري من فوق الأرض على سطح الأرض. وتفكر النهر زي النهر عندنا هنا، زي نهر الدنيا، أمال قال لك ما فيها ما لا عين رأت. طب أنت لما شفت النهر بتاع الدنيا هتلاقيه في الآخرة برضه نهر كده؟ لا طبعا، دي تجري على ظهر الأرض من غير حفيرة. طب وإزاي المية ما إن الله على كل شيء قدير. إن الله على بينهما برزخ لا إيه، وإحنا شفناها إزاي المية دي ما كده وما سبحانه وتعالى. شفنا دلائل قدرته عيانا بيانا في الدنيا، فكيف بها في الآخرة؟ إحنا شفنا عجائب قدرته في الدنيا هنا، شفناها عيانا بيانا. بينهما برزخ، يقول لك الصورة، يقول لك البحرين، جات لي صورة كده، بحر كده أزرق وبحر مش عارف لبني، ويقول لك بينهما برزخ لا يبغيها. صحيح؟ برز البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيها. وشفنا ها، وإيه، ولله يسجد من في السماوات. شفنا الحمامة بتسجد في الحرم، بتسجد كده. ورأيت أعزكم الله كلبا يسجد لله، ورأيت الحصان في صورة يسجد لله. يبقى شفنا احنا هذه الأشياء في الدنيا، فكيف بها في الآخرة؟ هذا هو. نعم. وقوله تجري أي على ظهر الأرض من غير حفيرة، بل هي متماسكة. قال لك إيه؟ ها؟ بقدرة الله تعالى. قال لك كده يا شيخ عفة، بقدرة الله تعالى. وقوله الأنهار أي جنس، هو واخد بالك يا إقبال، جنس أو المعهودة يعني العهدية في آية الإيه، يعني في آية سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مثل الجنة التي وعد المتقون إلى آخر الآية. قال وعبارة الإمام البيضاوي سيدنا وعن مسروق أن أنهار الجنة تجري من غير إيه يا ولاد، واللام في الأنهار للجنس، كما في قولك لفلان بستان فيه الماء الجاري، أو للعهد. والمعهود هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى فيها أنهار من إيه، من يعني برضو نفس الآية هي. والنهر بالفتح والسكون، يعني نقول نهر ونهر، وفيها قراءة، ها فيها قراءة يا ولاد، ما سمعتهاش من مشايخ مصر، يقول لك ونهر هذا هو. بالفتح والسكون، المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل والفرات، وهكذا يا طلاب العلم. واضح الكلام؟ ها؟ وصلي اللهم.
وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السورات البسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية القبضات الأصلية والبهجة السانية والرتبة العالية من اندرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.